الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر في المدينة تعجب كل العالم، لأن الرسول أيضا مورد تعجب العالم. وإلى اليوم كيف تمكن إنسان وحيد فريد لا ناصر له لا مال له لا عشيرة يؤازره من التغلب على الفرس والروم في ذلك اليوم؟ والفرس والروم في ذلك اليوم أكبر من أمريكا وروسيا في هذا اليوم. الرسول تغلب عليه، تسعت رقعة الإسلام حتى الرسول تغلب على الفرس والروم، والآن هنا فارس الرسول تغلب عليه، وإذا ذهبتم إلى تركيا تركيا الروم الرسول تغلب عليه. تعجبوا، ملك الروم كان يستفسر أخبار الرسول. جاءه تاجر مسيحي من اليمن مارا بالمدينة وذاهبا إلى روم. الروم ملك الروم طلبه، قال هل رأيت محمدا؟ قال لا. سمعت حديثه؟ لا. كيف؟ قال لأني رجل تاجر مررت من اليمن إلى المدينة إلى الروم، ما عندي شغل بهالأشياء. قال سمعت عن معجزاته شيء؟ قال لا. قال ما سمعت منه أي شيء؟ قال سمعت منه شيئا واحدا فقط، وهو أنه في المدينة المنورة كان يسكن قبيلتان عربيتان أوس وخزرج، وهؤلاء بينهما حرب 100 سنة. 100 سنة يحارب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم أموال بعض ويهتك بعضهم أعراض بعض. لما جاء هذا الرجل إلى المدينة المنورة أصلح بينهما، بعد أحقاد 100 سنة أصلح بينهما وجعلهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة. شيء واضح. ملك الروم قال هذا نبي، لأن من شأن الأنبياء جمع الكلمة ومن شأن الطغاة تفريق الكلمة. قال هذا نبي. لاحظوا هالقصة على صغرها، إذا كتبتها لعل القصة تستوعب سطرين، لكن شوف المحتوى الكبير. الآن في المسلمين هذه الروحية موجودة، وهذا عربي وهذا فارسي وهذا تركي وهذا أفغاني وهذا هندي وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا تاجر وهذا فقير وهذا كذا وهذا كذا وإلى آخر. الإنسان يجب عليه أن يتخلق بأخلاق الله وأخلاق رسله.